التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا الثامن، يسير وينطلق ضمن هذه الأشواط المفتوحة. نتواصل مع حضراتكم بالصوت والصورة لما يحدث وما يسير في قلب الميدان. نبدأ ونتعرف مع شوطنا المخصص للقعدان الجذاع، والمركز الأول مع مشرف. هذا هو مشرف، من احتل المركز الأول ويسيطر على المركز الأول والمقدمة. سالم بن جابر بن فران هو من يقوده في التضمير، ولكن ملكيته لهجن الشحانية. ننتقل للمركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني ناخذ المركز الثاني مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر لكي نلحق بركب المقدمة. هذا هو من يحتل المركز الثاني، شوف أن محمد فيضي من يحتل ثاني المراكز يتقدم هنا. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذا هو مشاهدينا الكرام شداد 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 من يحتل المركز الثاني. تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن علي بن أحمد الثاني، وعلى المركز الثالث التواجد على المركز الثالث. من يتقدم على ثالث المراكز هنا ديلم، من يحتل المركز الثالث. تعود ملكية ديلم لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الرابع التقدم من ضيف هجن الشحانية، هي من تمتلك هذا الاسم. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هو من يقوده في التضمير. ننتقل للمركز الخامس، ومن يتقدم أرسال من يتقدم مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الخامس. تعود ملكيته لهجن الشحانية وتضميره، تضميره مشاهدينا الأفاضل مع المضمر الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. نذكر إخواننا المشاهدين والمتابعين بأن الشوط الأول ذهب مع الواعية، من وعت في بداية أول أشواطنا في هذا المساء، وانفردت انفراد فارغ كبير ما بينها وما بين بقية المراكز، وسنأخذها نحن وإياكم مع مخرج هذا النقل بتوقيتها المميز. نعم، الواعية لهجن الشحانية وكانت قيادتها وتضميرها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري من فازت معنا بالشوط الأول الرئيسي وحققت أفضل توقيت، قطعت المسافة في زمن وغدرة 9 دقائق 33 ثانية 95 جزءا من الثانية. نعم، هذا هو كان توقيت الواعية، من انفردت، وستشاهدونها بإذن الله تعالى في المناسبات الكبرى وفي الختاميات بإذن الله. ستشاهدون اسم الواعية وتذكروا هذا الاسم جيدا بإذن الله تعالى، ستشاهدونه في ختاميات سواء هنا في الدولة أو في خارجها. إذن 9 دقائق 33 ثانية 95 جزءا من الثانية، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، من ذاتها بذاتها أتت بهذا العرض الجميل، وأتت بهذا الركض الذاتي، وأيضا انفردت عن بقية المراكز مع شعار الأدعم وبقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فاران. نتابع وإياكم شوطنا المثير والذي يسير، ونتابع وإياكم القيادة مع مشرف. مشرف من يحتل المركز الأول ويتشرف بالمركز الأول في هذه اللحظات. تعود ملكيته مع مضمر الواعية سالم بن جابر بن فاران المري، وملكيته مع هجن الشحانية وشعارها، الشعار الأدعم المعروف المميز الذي يمتلك العديد من السبق، وأيضا يمتلك العديد من السبق سواء في القعدان أو كذلك أيضا في البكار. ما شاء الله تبارك الله، موسم بإذن الله تعالى زاهر ننتظره لملاك الهجن عامة. ننتقل للمركز الثاني، من يتواجد فيه معروف 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 ويا هل الخير والمعروف سلمولي على الغالي. يا سلام، هذا هو معروف، هذا هو معروف، يصل معروف على المركز الثاني لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري. من يتواجد مع معروف على ثاني المراكز، المركز الثالث هنا مدرك يصل على المركز الثالث لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن، من يتابع في تضميره. المركز الرابع
الرابع. الوصول هنا من إرسال، إرسال إرسال لهجن الشحانية، تضميره مع ذهبي سالم بن جابر بن فران المري. وصول 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 وتقدم هنا من العديد لهجن الشحانية مع المشاقب محمد بن خالد العطية اللي شاهدناه أخذ أحد الأشواط الماضية أو الشوط الماضي بالتحديد. نعم كان مع المشاقب وكان بكل أريحية فاز معنا هذا الشعار الأدعم وبقيادة المشاقب في هذا المساء. يا سلام، نعود إلى مشرف 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 مع المركز الأول مع القيادة مع المقدمة بكل أريحية. هذا هو مشرف، ما شاء الله تبارك الله، هذا هو مشرف يحتل المركز الأول، ينفرد انفراد كلي، ينفرد انفراد مميز عن بقية المراكز لهجن الشحانية. يضمره ويعتني في تضميره الذهبي سالم بن جابر بن فران المري، ولكن شوف الأسماء، أرى الأسماء تحركت في هذه اللحظات. أول القادمون هذا هو معروف لهجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، ولكن هنا تقدم ووصول أيضا من العديد لهجن الشحانية بقيادة المشاقب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصول وصول أيضا وتقدم في هذه اللحظات. من يتقدم؟ هذا هو إرسال، إرسال لهجن الشحانية وتضميره مع الذهبي سالم بن جابر بن فران المري على المركز الرابع والمركز الخامس. يتقدم هنا مدرك لسعادة الشيخ محمد بن جاسم العبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن من يتابع في التضمير. بنعود إلى مشرف، ما شاء الله مشرف 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 مع الناموس، مشرف مع المقدمة، مشرف مع هذا الأداء الجميل، مشرف 900 متر أخيرة، 900 متر أخيرة، ومشرف هنا يسيطر سيطرة تامة على المركز الأول. هذا هو مشرف بشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، التضمير مع ذهبي سالم بن جابر بن فران المري. يصل يصل معروف، يصل معروف، يصلوا وصل معروف لهجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، ولكن الله تحرك مشرف، تحرك مشرف، خلاص الناموس مع مشرف يا جماعة، مشرف مع الناموس. رقم المحاولات هنا من معروف، معروف هنا على مستوى المركز الثاني، ومشرف على المركز الأول بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية، التضمير مع الذهبي سالم بن جابر بن فران المري. يصل معروف 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 لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المبدع هنا يتابع في التضمير. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، الله الله، مشرف مشرف معروف معروف ومشرف، مشرف ومعروف، يا سلام يا سلام يا سلام، معروف مشرف مشرف، يا سلام. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، معروف ومشرف مشرف، معروف معروف معروف، يا هل الخير. أو هنا مشرف مشاهدينا الكرام هو من حسم الشوط من صالحة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنية موصولة للذهبي سالم بن جابر بن فاران المري المركز الثاني، يصل فيه معروف لهجن الشحانية. أما المركز الثالث يصل الوعاب لهجن الشحانية، المركز الرابع الوصول من العديد لهجن الشحانية، المركز الخامس يصل الحذر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ثاني لو الناموس لجميع الفائزين. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشرف بعد فوزه وتحقيقه للمركز الأول بعد كان منافسة ما بينه وبين معروف، ولكن أتى مشرف وفاز في هذا الشوط. وستفصل خط النهاية بإذن الله تعالى في هذه اللحظات بين هذين الاسمين، هذا هو مشرف وهذا هو معروف، ولكن لا نبت في هذا الموضوع، نحيله إلى اللجنة المختصة في هذه الأمور. إذن معروف ومعروف وكذلك مشرف،
كلها على خط واحد، ولكن الأمور هذه مختصة فيها اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. مشكورة. ناخذ التوقيت الزمني لمعروف والمشرف 9:44 32 جزء من الثانية، هذا هو توقيت معروف وتوقيت مشرف. تهانينا لهجن الشحانية، كما نهني المضمرين سالم بن جابر بن فران المري، ونهني أيضا حمد بن علي بن حلفان المري. يوم المركز الثالث 9:45 42 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز الوعب. بالمركز الثالث الثانية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تستمر المنافسة وانطلاق الشوط